الحالات ديالي. السلام عليكم الحبيبات ديالي، السلام عليكم الكبيدات، لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. الا ما دلعتكمش كنا غندلع للي خطيكم عليا. شكرا لكم على تعليقكم، شكرا لكم على ديك الهضره الزوينه اللي كتحمق وكتفرح وكتنوض الواحد يعاود ثاني يدير لكم فيديو اللي كتستافدوا منه شي حاجه اللي تنفعكم وتعطيكم البنات النتيجه. هذا هو اهم شيء. للي خطيكم عليا شكرا لبنات مدينتي، بنات بلادي، شكرا للتحيه كبيره الجاليه المغربيه المقيمه في جميع الدول. لهلي خطيكم، شكرا لكم على هذيك الهضره الراقيه. شرف ليا انه بحالكم كيتفرجوا فيا. لهلي خطيكم في كل فيديو كنشكركم وكنعيا ما نشكركم وما كنفريكمش الحق ديالكم. المهم البنات بلا ما نطول عليكم، اللي اول مره كيتصادف مع القناه ديالي ما تعجبش تبخل عليا بالاشتراك في القناه فضلا منك، وبالضغط على الزر الاحمر وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد من تحتكم كابطار. شكرا لكم، ما تنساونيش المتابعات ديالي. لالي خطيكم عليا على تشجيعكم وواقفين معايا حتى انا راني معاكم. اي حاجه احتاجيتوها مرحبا على راسي وعينيا، اي وصفه اي حاجه راني كل واحد خايدها بعين الاعتبار. المهم اليوم ان شاء الله بغيتكم ديروا بزاف لايكات هذا الفيديو حيتاش فريمون يستاهل، لانه تحت الطلب ديال المتابعات ديالي هذا خاص بالنساء، بزاف ديال البنات، بزاف ديال النساء، بزاف ديال البنات قالوا لي كوطه عطينا وصفه واعره افيكاس لزياده الصدر عند الانثى وعند المراه. خصكم تعرفوا واحد الحاجه البنات، راه بزاف ديال البنات كتشوفوهم بالليل ونهار غلاظ وكيكونوا كالعود وكيكونوا كالستيلو، وواحد النهار كتلاقي معاه ما بقيتش تعرفيها، ولكن ما كيبغيوش يعطيكم السر ديالهم. راه ما كيبغيش يعطيكم فريمون الوصفه اللي عطا والله البنات الى اي وصفه، سواء بونزوي سواء ديال الغلب سواء اي حاجه كنديرها في القناه ديالي مفتخره بها، حيتاش الا ما جربتهاش في راسي ولا جربوها خواتاتي وعطاتهم النتيجه ولا ما جربتهاش صاحبتي وعطاتها النتيجه ما كنديرهاش لكم في القناه حتى نكون متاكده منها. ويلا شي وحده ما وافقتهاش يعني الهرمونات ديالها، كي تنقول لكم ديما راه كل وصفه والهرمونات ديال المراه واش كتوافقها وما توافقها. كي ديك تاع بومزوي كاينين الناس اللي الحمد لله وليداتهم هي صغار، وراه الدليل على هذا رجعوا غير لي كومونتير وليداتهم هي صغار وتعافوا، وكاينه اللي شربتها اكثر من سيمانه 15 يوم وما شافتهاش، يعني دوز الوصفه اخرى بومزوي اولا دوز وصفه اخرى زياده الوزن. راه مني وجبد راه كاينه الوصفه اللي واخا يشكروها ليا واخا يقولوا لي راك دير هذه وكدير هذه كنجربها انا ما كتصدقش ليا. كاين الدواء، كاين الدواء هذا تيوافقو، كاين بحال البيلول، كاين هاد المرا يوافق هاد البيلول ويغلضها ويزينها ويبيضها، كاين اخرى اللي يزرق لها وجهها هكاك الوصفات وكيبغيو شويه الخاطر حيتاش ماشي هما شي حاجه عصا سحريه في ليله ونهار، كيبغيو شويه الخاطر شويه المداومه. اللهم الحاجه تكون طبيعيه كي تنقول لكم ديما، اللهم الحاجه تكون طبيعيه وتعطيني النتيجه، ومن بعد ما يجيني السرطان ما يجينيش شي مرض الله يستر خايب، ما يجونيش بزاف ديال الحوايج لان غنندم على انني درت هذوك الوصفات خايبين ومضرين. وكي تنقول لكم الله يعطيكم الستر عقوم ينزو شويه بالعقل ديالكم الوصفات اللي تديروا، الوصفات اللي تديروا ماشي اي وصفه شفتوها في تيك توك شفتوها في انستغرام شفتوها في يوتيوب تمشيو تخلطوها، خصوصا الله يعطيكم الستر تيكون البنات تيكونوا مراهقات وتيكونوا ما تيميزوش تيشوفوا الوصفه راه كتكدر تيمشيو يجربوها حتى تيوليو في المشاكل لوالديهم من بعد. عافاكم الوصفات اللي طبيعيه راه باينين، ما تديريش وصفه لما بحثتي عليها، اي وصفه قلبي عليها. المهم البنات طلبوني بزاف على وصفه تاع زياده الصدر. بالنسبه كما قلت لكم البنات طلبوني بزاف على وصفات ديال زياده الصدر، كاين اللي بغاو الدهن وكاين اللي بغاو الشريب، كاين اللي يستعملهم بجوج. بالنسبه احسن وصفه ما نكذبش عليكم شي واحد في شي وصفه اخرى ديال اللي غادي تشربيها هي ديال حب الرشاد مع الحلبه في الحليب، راه كنت ديجا استعملتها معكم والنافع، يعني فاش كنت درت معكم انكم تديروا الحليب وتكبوا عليه حب الرشاد تكبوا عليه النافع وتكبوا عليه الحلبه وتخليوه حتى يفيض وتصفيه بتصفيه تصفيه ما بغيتش تصفيه تشربوه يوميا كل ليله يوميا يا سيمانه 15 يوم بقى فيها حتى شهر وغادي تحسي بواحد الفرق زائد الدهن. اليوم جبت لكم وصفه ديال الدهن طبيعيه اكثر من رائعه مجربه، ما يقولش لي شي واحد يستعمل هاد الوصفه بالطريقه الله يعطيكم السر. داكشي علاش كنبقى نقول لكم الفيديو تفرجوا فيه من الاول حتى الاخر الا كنتو بغيتو يكبر لكم السر. كل واحد اللي بغى شي وصفه يتبعها من الاول للاخر، ما بغيتيهاش بغيتي تفرجي ماشي مشكل لا دوزتي، ولكن الا بغيتي تستعمليها شخصيا لك حاولي انك اعطي من وقتك وتفرجي في الفيديو باش تشوفي الطريقه، حيتاش ما همكش المكونات وما تعرفيش الطريقه ولا ما تعرفيش الطريقه كي درتها يعني
يعني الا ما عطاتكش النتيجه راه منك ياك البنات. المهم بلا ما نطول عليكم، مكونات واعرين بزاف طبيعيين اقتصاديين، هذا الشيء اهم شيء. هو كنجي لكم البنات الله يكون في العون الجميع، البنات يقولوا لي شكرا على وصفات كيعطيو النتيجه وما غير مكلفين، هذا هو المهم. حيتاش ما كنبغيش ندير لكم شي حاجه مكلفه، الله يكون في العون الجميع. مادام الانسان كيقلب على وصفه طبيعيه وانما باش تكون اقتصاديه. بلا ما نطول عليكم البنات يلا ندوز المكونات. نبداو بسم الله على بركه الله. اول مكونات هي البنات البكبوكه، ها نتوما نتمنى تكون تتبان لكم الشكل ديالها، ها هو وعلى هذا الشكل. غتمشي عند العطار اولا العشاب تقول لي عطيني البكبوكه الحلوه، هي اللي كتستعمل الوصفات البكبوكه الحلوه كتاخديها، غادي تاخديها عواد ديما البنات. نقول لكم الله يعطيكم الستر، ما كاينش شي وصفه تستعملوها وتجيبوا داكشي مطحون، كل شيء جيبوه طحنوه حتى عندكم من غير الكثيره، كثيره شويه قاصحه غادي تاخديها من عنده هكاك حجر وتقول لي طحنها ليا قدامي. حيت الشيء الا شريتي الحاجه هكاك تتكون شويه ما يعني تتكون بارده، المفعول ديالها بارد. المهم انا البنات طحنتها عندي هنايا في الدار، سهله في الطحين، ما خفتو على الطحانه والو. كيف ما تتشوفوا بالنسبه لهاد الكميه بجهد ملعقه كبيره غادي تطحني جهد جوج هكا جوج حبيبات، حيت هاد المكونات اللي غنستعمل معكم تاع كل نهار، يعني تاع نهار واحد، يعني انت كل نهار غادي تعاودي. اصلا الثمن ديالها اقتصادي، غادي تاكل تاخدي 5 دراهم ولا 10 دراهم غادي تدي لك بزاف، حيتاش ما غاليش البنات. اول مكونات وهي البكبوكه، شي حاجه نخلي لكم هنايا شي حاجه رائعه غير مضره، ما خفتوا منها حتى شي حاجه. اول مكونات. ثاني مكونات وهو السمن الحار، السمن البنات الحار ماشي الزبده، السمن الحار. نتمنى الدول الاخرين يكونوا تيقولوا ليه السمن الحار، والجزائر كلشي تيقولوا ليه السمن. الا عرفتوا السميه اللي تيقولوا ليه الجزائر كتبوها ليا حتى هي البنات باش يعرفوها. المهم ثاني مكون وهو السمن الحار. بالنسبه لثالث مكون وهي زيت الحلبه. بالنسبه لزيت الحلبه كنقول لكم ديما انا كنصاوبها وديجا كنت شاركتها معكم، كنصاوبها راسي جميع الزيوت، زيت الخزامه، زيت السمسم، اي زيت كيف ما كان نوعه، زيت الشح، اي زيوت اللي كنستعمل شخصيا كنديرهم راسي، ما زيت القهوه، اي حاجه كنديرها راسي وتتكون شي حاجه واعره وتتكون الريحه. شتي زيت الحلبه كتكون الريحه عاطيه، وشتي هاد المكونات زيت الحلبه مع السمن ما تكونش واخا دهنتي بها ما تتكونش فيك الريحه نهائيا ديال الحلبه. هادو هما المكونات الثلاث، ما غاليينش شي حاجه اللي اكثر من رائعه. عندك البكبوكه، عندك السمن، وعندك الحلبه. بالنسبه لطريقه الاستعمال خليكم معايا. بالنسبه لطريقه الاستعمال البنات كناخذوا بحال هكا مقيله صغيره، كنديروا فيها ديك الملعقه كبيره كيف ما كتشوفوا معايا ديال السمن، كنخليوها حتى تذوب فيها مزيان. يعني كي قلت لكم هاد الكميه تاع نهار واحد، يعني تدهني بها يوم واحد، هاد الدهنه تستعمليها كل ليله يوميا. من بعد ما تدير لينا هكا تضيفي جد ملعقه كبيره ديال البكبوكه، ومن بعد تزيدي زيت الحلبه حتى هي جد ملعقه كبيره، وتحركي مع التحريك. انا البنات حيت هزت الكاميرا بيد وكنصور بيد، من بعد طفي ليها نيشان ما تخليهاش صافي. غتزيدي شويه تاع الزيت البنات حيت هزه كي قلت لكم هزه الكاميرا بيد، وبغيت نوريكم باش انها توضح لكم الاضاءه مزيان. غتخليها هكا فيها، من الاحسن البنات البكبوكه تطحنوها مزيان، احسن البنات البكبوكه طحنوها مزيان. انا واخا هكاك هنا ما طحناهاش مزيان، طحنوها مزيان باش تكون غبره، سينو ما طحنتوهاش مزيان ماشي مشكل، المهم هو النتيجه. يلا البنات ندوز معكم دابا باش نقول لكم طريقه الاستعمال كتستعملوها في الصدر ديالكم. صافي البنات من بعد ما وجدت لينا الوصفه ديالنا، بالنسبه لطريقه الاستعمال من الليل الليل شنو غادي ديروا؟ غادي تشدوا المنطقه تاع الصدر اللي غادي تستعملوا فيها الوصفه، غادي تشدوها غادي تنظفوها شويه بالماء دافي، ما يكونش سخونه البنات، غتاخذي غير فوطه وباش بحال تنحلوا دوك المسام ديال الصدر ديالنا. يعني كنشدوا الماء دافي وفوطه وشويه ديال الماء دافي بالليل، وكتبقاي تتحتها في المنطقه، تتحتها في المنطقه الاخرى
وكتشدي كتدفيها فيها مزيان حتى كتحس هذاك البخار شويه كياخذ الصدر ديالك. من بعد كتدهني هذه الوصفه كتدهنيها مزيان مع التدليك في المنطقه. نهضر على البنات اللي عندهم تجس صغير او اللي تيكون مواقش مترهل، يعني واعره هذه الوصفه غادي تجربوها وغادي ترحموا عليا. وصفه واعره واعره بزاف لكل من يعاني من نحافه ديال الصدر. هذه الوصفه خاصه البنات اللي قالوا لي كوطر، اللي كيشوفوني فشي وصفه كيقول لي كوطر عطاك عطينا السر ديال الصدر ولا الوصفه ديال الصدر، تبارك الله عندك الصدر. المهم البنات وصفه عطيتها لكم طبيعيه وما كاينش اللي غيعطيكم هذه الوصفه، من كل القلب عطيتها لكم. نتمنى تجربوها وتردوا عليا اخبار ونكون فدتكم يعني الطريقه كما هي. غادي تشدي فوطا وغادي تاخذي المنطقه بالمدافي وغادي تعاودي تستعمليها مره ما جوج السيمانه الاولى 15 يوم شهر غادي تعطيك النتيجه. وكل واحد الحجم ديال التاجي كيبغاه يكون صافي تتوصلي الحجم اللي بغيتي وكتبقيش تستعملي الوصفه. وباش زوينه هذه الوصفه ما كيرجعش لك التاجي صغار ولا شي حاجه، حيت وصفه طبيعيه مكونات طبيعيه غير مضره الا ما نفعكم ما غاديش يضركم. نتمنى من الله تجربوا هذه الوصفه وترجعوا لي اخبار وتوصلوا لي البنات باش تجازيوني وتوصلوا لي بزاف ديال اللايكات بزاف ديال التعليق باش يوصلوا بزاف ديال الناس اللي يستافدوا من هذا الفيديو. كنموت عليكم يا احلى متابعين، تهلاو ليا فريسكم.